عما تكلمت مع أمك؟ طلبت سماحة منها لأنني أسأت المعاملة، لم يكن يحق لي أن أحكم عليها، لا تستحق ذلك. كان يجدر بك القيام بذلك من قبل، حتى لو كانت قاتلة أمك لا تستحق الاحتقار. أرجوك أبي، أرجوك لا تقل أكثر. ماندو، ألم تخبرك أنها بريئة وأنها اعترفت بالذنب لكي تنقذك؟ أثلاث يكذبن سيدتي، أنا لم أسرق أي مال من روزيندا، وأكثر لم أكن أعرف أن روزيندا تضع المال هناك. أنا رأيتك تسرقينه. هذا ليس صحيح. أخفيته في حقيبتي. أنا رأيتك. أما أنا فأطالبك بعقاب لهذه السارقة. لا يحق لك أن تطالبيني بشيء روزيندا. حسنا، ألا أطالب بعقاب؟ والآن يمكنكن الانصراف. هاي بالإذن. بائسة مشاغبة. كنت بدأت أثق بك ماريا، لكنك لا تستحقين، لذا بعد العشاء ستنقلين إلى السجن الانفرادي وستقضين فيه 48 ساعة. أنا سأحبسها في الحال في السجن الانفرادي سيدتي المديرة. لكن أنا أصدر الأوامر هنا روزيندا. انصرفي. بالإذن أيتها المديرة. ألديك ما تقولين؟ لم تقل لي شيئا عن هذا أبي. أنا أظن أن هذا ما حصل. ماريا غير قادرة على قتل أي شخص. ربما حصل ذلك عرضا. نعم، هذا هو التفسير الوحيد. لكن الشخص الذي قتل نانا كاليسا كان سيقتل ثريا وأخطأ بها في الظلمة. لكن ليس أمي. أنا أيضا لا أصدق ذلك أبي. ألا يمكنك المطالبة بالتحقيق بطريقة ارتكاب الجريمة؟ يفعلون ذلك وقريبا يعرفون الفاعل. إذا أمي لن تبقى لوقت طويل في السجن. لا. نعم أستاذ دورانتس، أنا ميريو. نعم ميريو، تفضل. أيمكن أن نتقابل؟ أحمل إليك أخبارا هامة عن كاليستا بوبوكا، والدة ثريا مونتينينغرو. إن كان هذا القدر الذي أستحقه أقبله بكل طاعة. بإمكاني فقط أن أشكرك لأنك بدأت تثقين بي. لكن لا تندمي، لم تكوني مخطئة. أنا ضحية مؤامرة من بينلوبي وصديقاتها المشاغبات. مع الوقت تعرفين أنني محقة. انصرفي إلى زنزانتك، وأنت تعرفين بعد العشاء سوف تنقلين إلى السجن الانفرادي. سأنفذ الأوامر سيدتي المديرة. ريفاس، أنا بحاجة ماسة لإجراء تحقيق. كانت رائعة واقتنعت المديرة كليا. في الواقع أنت كنت تفسدين كل شيء عندما قلت إنك رأيتها تأخذ المال من الخزانة. نعم، وحدي أنا رأيتها عندما أخذت المال ليونا. ما كنت أعرف ذلك. حسنا. طيب حسنا، إذن ماريا ابنة الحي ستمضي بضعة أيام في السجن الانفرادي بتهمة السرقة. أنا بشوق لأعرف الأخبار التي تحملها. تفضل أستاذ. هي سارة؟ سارة جدا. السيدة ماريا إرنانديز ستخرج من السجن. الخبر يفاجئني أكثر ما دامت ماريا تصر على اعترافها بالذنب. لقد جاء مسار المحاكمة لصالحها. اعترفت بالذنب لكي تنقذ ابنها. لكن الإثبات المقدم يظهر بوضوح أن السيدة ماريا إرنانديز دي لا فيغا هي بريئة. إذن الجريمة ارتكبها ابنها. سيد بارينا هنا. كيف حال ابنتنا دكتور؟ حمدا لله لقد استفاقت للتو من الغيبوبة. أين كنت بني؟ ذهبت إلى السجن لأرى أمي. تفضل. عفوا سيدتي. ماذا تريدين؟ سيدتي جئت أقول لك إن ماريا إرنانديز بريئة من السرقة.
هذه خزانة روزيندا سيد ريفاس. الشاب أيضا بريء من الشبهات. تعرفون الفاعل إذن؟ ليس بعد، لكن توجد أدلة جديدة وسرية. وفقا للمعلومات التي لدي، في الأيام المقبلة القاضي سيمنح الحرية للسيدة ماريا إرنانديز. رافقته في راكروز؟ لا 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 عزيزتي، أنا كنت في العمل، التقيت به للتو عند مدخل الحي. إذن ذهبت لأنني طلبت منك؟ لهذا و لأجل رسالة أرسلتها لأمي مع لوبي. لكن بناي تلك الرسالة إنها أخرى أغريبينا، أخرى. إذن أنت سمحتها بناي؟ كيف تسألين هذا أمي أغريبينا؟ أنا كنت قد طلبت منها أن تسامحني، لا أعرف ما أصابني وتألمت لمعرفة أنها القاتلة، وما كان علي أن أحتقرها، لأنه مهما كان السبب هي أمي التي أرتني النور. قصر عائلة ديلافيغا؟ أنا الأستاذ دورانتيس. أجل أستاذ، معك كارلوتا الخادمة الأكثر أهمية في هذا المنزل، تريد شيئا؟ أريد فقط أن تبلغ العائلة أنه خلال بضعة أيام ماريا ستخرج من السجن. بعدها رأيتها عندما وضعت المال في حقيبة ماريا، وبعد أن جئنا إلى هنا لاتهامها خرجنا إلى الساحة ليسخرنا من سوء حظ ماريا. سيدتي، ماريا امرأة طيبة جدا، وبينيلوب تكرهها، يبدو أنها كانت خادمة في منزلها، وأنا سمعتها عندما قالت إنها ستحول حياتها جحيما. سيدتي اسمعي، إن أردت أن أتواجه مع بينيلوب فأنا مستعدة، مع أن تلك الشريرة ستنتقم مني لاحقا. تفضل. عفوا سيدة تشافيز، انصرفي الآن جراسيا. صدقيني سيدتي المديرة. أصدقك بالإذن. لقد قارنت البصمات، إنها لا تعود لماريا إرنانديز عدا بصمات رئيسة الحارسات. وجدت بعض البصمات وقد قارنتها، وهي تطابق بصمات بينيلوبي. قررت لقضي الحقيقة عزيزتي. لماذا سرقت المال ما دمت لا تحتاجينه هنا؟ آمل ألا ترغبي في الانتقام مني لأنني فضحتك. بينيلوبي، المديرة تريدك في مكتبها. والآن لماذا؟ هي ستخبرك. لديك زيارة ماريا، إنه محاميك. لكن المديرة قالت لي أن أبقى هنا إلى العشاء، بعدها سأنقل إلى السجن الانفرادي كما أظن. لا تقلقي، لن تذهبي، واحدة غيرك ستحل مكانك. هيا بنا. كما تريان الفتاة مرتاحة جدا، عن إذنكما. سيدتي، سيدي، ما الأمر الآن يا ترى؟ أي سيدتي، أي سيدي، خبر صار، ماريا ابنة الحي. عجبا، وما بها ماريا؟ سوف تخرج من السجن. لست أفهم سيدتي، ماذا تقولين؟ ما سمعته، ماريا إرنانديز لم تسرق المال من خزانة روزيندا. أنت الفاعلة. أحمل إليك أخبارا سارة. ألا تزال هناك أخبار سارة لي غونزالو؟ نعم طبعا، وهذه أفضلها. خلال أيام ستخرجين وأنت حرة. هذا الأمر غير معقول. لكن ماريا. لا غونزالو، لأنهم سيأخذوننا ديتو إلى السجن.
أريد الخروج أرجوك، أرجوك أوقف ذلك، فأنا لا أريد الحرية على حساب سجن ابني. ابنك أصبح بعيدا عن الشبهات ماريا.